يا هلا وسهلا، حياك الله. شو موضوع السؤال الاول؟ عزل جزءك العلوي من جسمك عن السفلي اثناء الرمي او التقاط الوتد او الضرب السيف الى اخره. لازم نقسم الموضوع قسمين. الوضع الحالي في البطولات الحاليه، الحصان حافظ المطلوب وفاتح باتجاه مكان معين، عشان كذا تلاحظ يحتاجون السرعه العاليه، اصلا ما عاد في مناوره في السرعات العاليه اصلا في الهذب والخبب وغيره، مو بس توازنكم مضطرب، اصلا ممكن يحاول يروح، ممكن يحاول ينطلق، يحاول يغير اتجاه، خاصه كم درب خطا، لكن يكون فاتح وسرعته عاليه خاص مستقر الحصان. فاتح باستقامه وراسي او راهي، ما في حركه مفاجئه، وإني يخلي توازنك فجاه، فخاصه الراكب يعتمد اعتماد كلي على الركاب، جزء السفلي وجزء العلوي متحرر لفعل ما يريد، والحصان اصلا مكان مغلق ما راح يحدث يمينه، خاصه بالبطولات الرسميه، اصلا يكون يمين الحصان ويساره حاجز صغير، ما يطلع منها اصلا اساسا. وحتى في الرماية وفي الأوتاد إذا كان مثلا مكان مفتوح من يسار حافظ المطلوب، تلقى أصلا يروح مسار إذا كان رايح عكس مكان الوتد، ثم لما يوجه صار فجأة يفتح. لو تطلب منه وهو رايح محل الفتح يمشي مسار أو هذب، تلقى صار يكسر الدنيا. ولو تطلب منه وهو رايح عكسه يهذب، صار يرفض ويحارون يعي، خاصة الخيم درب خطأ. الصح والتحكم الفعلي هو إني أهذبه وما يبغى يهذب، وإني وأنا راجع يبغى يفتح مشي مسار. أغلبها ما تمشي المشي هذا لأنها برمجة المطلوب، فالغرض هو اني افعل شيء في رمايه او التقاط وتد او اللي هو مهاره معينه جسميه على حصان فاهم المطلوب، سواء فاهم انه مدرب زين او فاهم ان المكان مغلق او فاهم انه حافظ او فاهم انه هادي او فاهم تركيبته تناسب، ما يهم، بالنهايه لها غرض هو الرمي او التقاط الوتد او الضرب بالسيف الى اخره، والحصان اداه تحتك فقط. هذا رقم واحد. لا تقارن ذي بالماضي، موضوع مختلف اختلاف جذري. انت لما تلتقط وتد ما في مقاتل الماضي واقف يحتريك تفتح وتوصل عنده ثم تلتقط تمشيك، كذلك لما ترمي بالرمح ما راح يتفرج عليك ينتظرك نص دقيقه لين توصل وتطق بالرمح، مع رمح 5 متر 6 متر قبل ما تجيه اصلا بيطعنك انت والحصان ويراوغك من يسار، سواء راكب حصان او عرجوله. فالحصان اللي انت ما انت بقدر تحركه بسهوله عكس مكان التقاط الوتد، وما انت بقدر ترده بسهوله وانت رايح الوتد، كيف ترده عن الهروب عن الرمح وسيف واحد بيضربك فيه في الماضي؟ وكيف تخليه يقدم عليه وهو قادر على حوستك في الوضع الحالي؟ فعندما نقول انك تفصل الجزء العلوي عن السفلي وتبغى تاخذ راحتك في الرمي ووزن القوس من القوس وغيره، هذا حاليا. في الماضي الهدف متحرك اصلا، ما راح ينتظرك ترميه بالسهم. غير كذا مو بس متحرك تحرك عشوائي هروب، تحرك باتجاهك يتحرك ويجيك، ما يمديك تسوي شيء في السهم الا وصلك وسوى اللي يبغاه وانتهى. اذا لو كان الحصان اللي تحتك مثبت انت جذعك السفلي من الجسم وفوق قاعد تحاول تحرر جسمك وصار مو متحكم فيه بيهرب. اعطيك على بلاطه، لو قلنا الراكب حق الاوتاد او الرمايه او اللي هو في المكان اللي الحصان اختلف معه فيه، يعني هو رايح عكس الوتد، لو قلت له حرر جزءك العلوي وذب الحصان، لو بدك تهذبه عكس المكان اللي يروح فيه لالتقاط الوتد وغير اللي يرفض يتحرك فيه، يبغى يمشي في مسار حارم، ابيك تحركه وثبت جزءك السفلي وحرر جزءك العلوي، شو يسوي الحصان؟ اصلا بدون ما تحرره وانت متمسك فيه يحوسك حوس الحصان. فذاك وانت راجع قال ابيك تحرر جزءك العلوي وتحكم في الحصان جزءك السفلي، بس لا ينطلق لا يفتح، ابي هذب عقلاني او ابغى خبب، ما اقدر صار بيدين ما اقدر ارد اصلا، شلون لو فكيت؟ اصلا بخليه يفتح واحرر جزء العلوي الحصان منطلق، زي لو اخلي سياره تمشي من 60 ثبت السرعه وفك الدركسون، السياره ثابته السرعه. لكن لو قلت لك امشي 20 ومطبات وتحتك زيت ومويه بسيارة بتفر يمين يسار طبيعي بتحكم فيها. اذا في الماضي لابد ان يد الراكب ويركب يد يطعم بيد او بالرمح او بالسيف، فطبيعي انه بيصير يوجه الحصان، لكن الحصان لانه موزون ولا يستطيع الهروب مال الاقدام، يصير من يوم ان الراكب يعطيه امر يكون سلس في اعطاء ما يريد، لانه هو الراكب يبون يهربون على الشيك. جيت للرمح المقاتل بيض عن الشخص، فهو اصلا يبغى يهرب عن الرمح والحصان يدورها من الله، فانت وياه رحتوا، مو هو هرب فيك، انت اللي هربت فيه. لا تقارن بين حصان راغ عن شيء بدون اذنك وحصان انت خليته يروح، اعطيته امر بس راح بسرعه انك انت وياه تبون تهربون عن الشيء. اذا جذع العلوي والسفلي مرتبطه ببعضها، واثناء الطعان يده تحدد طريقه الطعنه سواء بالرمح او بالسيف، اصلا ما كانوا يقاتلون بالسيف في الركوب نادر، اغلب شغلهم بالرماح، موضوع طق 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 مسلسلات خربيط فاضي. لو ترجع للتاريخ اغلب الشعراء وغيرهم في العرب بالذات خاصه الجاهليه كان لما يركبون الخيل بالطعان بالرماح عشان يكون بينكم بينه مساحه، ثم لما تنكسر الرماح ينزلون على الارض يتجادلون بالسيوف، قالوا الطعان فقلنا تلك عادتنا او تنزلون فانا معشر نزلوا، الاعشى في قصيدته معلقته اغلبهم يعني غالب الحالات. القوس رمي بقوس ذكرته سابقا في احد الكتب وغيره، تاريخيا العرب ما عرفوه الا لما جو المغول والتتار والاتراك منتصف الدوله العباسيه، ما كان العرب يرمون بالسهم هم راكبين الحصان،
لا في جاهليه ولا صدر الاسلام بشكل واضح. قد يكون حصل بصدفه منه طريق لكن ما حصل بكثره، والتفسير بسيط، خيمه محدوده ونظام كروفر، فالهدف مو بثابت. يرمون التتار او العيال عمهم الاتراك التركمان قبل ما يروحون يعني المكان الحالي التركمان، يعني كانوا قبائل تركمان اللي هم جنب منغوليا، عيال عمهم يعني الاف الحصن، حتى اكلهم اصلا اكلهم مو بس غنم، خيل حليب خيل، منطلقه بصف واحد جنب بعض باتجاه العدو اللي هو شبه ثابت، فكان يرمون عليها وهم ثابتين. لكن العرب خذوا الرمي بالقوس بشكل واضح بعد ارتباطهم بالتتار او المغول والتركمان بشكل واضح، هم اللي اشتهروا بالشيء هذا، والعرب بعدها خذوا الى حد كبير. ذاك حتى البدو لما طلع المقمع والبنادق وغيره يرمي بالمقمع رمي واحده ثم يقلب البندق يقاتل فيها كانه سيف ورمح شلف او غيره، خذاك يقاتل بالسيف والرمح الى وقت قريب، مذكور هذا الشيء كتب الرحاله وغيره. الان اللي انت ما تفهمه في وضعك انت بعيد عن موضوع البربر ذي كلها، انت اذا كنت تبغى تطبق المطلوب في الاوتاد او الرمايه، الماضي ماضي ما احنا مسوينها حاليا، لكن كنت تبغى تطبق الرمايه او تدي اخره، اي طريقه ركوب ممكن تنفع طالما انها ادت المطلوب. فممكن تلقى ناس يركبون بالاوتاد او يعني يشاركون بالاوتاد وحصان ضرب خطا بس فاهم المطلوب، وبعضهم يركب قفل وبعضهم يركب تزليق، زي ما قلنا سابقا بقطع اخر مجال بطريقه ركوب التقاط الاوتاد والرمايه وغيرها مجال، ممكن الشخص ده في الاوتاد يقفل هذا يزلق هذا يركب خطا الى اخره. كل ما كانت طريقه الركوب تتحكم بالسرعه والاتجاه احسن طبيعي بتكون احسن. انت شو تبغى في الاوتاد؟ تبغى تحكم بسرعه وتحكم باتجاه، فاللي يتحكم بالسرعه والاتجاه طبيعي بيكون وضعه احسن من ركوب خاطئ. طيب طالما الركوب اصح، كيف ازلق كيف اجمع كيف اتكي؟ طب هو اللي راكب خطا كيف زلق كيف جمع كيف تكي كيف مسك العنان؟ هو يركب خطا مو بنتكب صح؟ مو مفترض اللي يركب صح رقبه الحصان معه اخف وتحريك الحصان احسن، توقيفك الحصان احسن، توجيهك الحصان احسن؟ صار مدرب خطا، صار مدرب صح، كيف استطاع يفعل ما فعله؟ والله الحصان صار فاتح حافظ مطلوب. نفس الفكره انت لما تفتح بحصان عارف انك تبغى تفتح وانت وياه تبغون تفتحون، هو مدرب زين وتكب العنان وتفصل جذعك السفلي عن العلوي وهو مدرب زين، سيكون اسهل من حصان فعلت نفس الحركه ذي فيه وانفعت وهو مدرب خطا اصلا. كيف تحكم انه مدرب خطا بعد التقاط الاوتاد بعد ما خلصت حصانك اللي مركوب صح؟ تحكم فيه وقت الاختلاف، توقف بسهوله، توجه بسهوله، تحرك بسهوله، هذاك ما تحكم فيه. كلهم سووا المطلوب منهم في الاوتاد قبل وبعد التقاط الاوتاد، هذا موزن مو موزن. فنفس ما يفعله هو تفعله انت، حركه مؤقته تفصل فيها جزءك العلوي عن السفلي لانشغالك بفعل شيء معين، لا يعني انهم فعلوه في الماضي، زي ما قلت لك انه في فرق بين الوقت الحالي والماضي، لكن تهمك الوقت الحالي، ولا يعني انه في تعارض بين الطريقه الصحيحه والخطا، لان ابو خطا وابو صح وابو تزليك وابو قفل لما انتهوا من التقاط الاوتاد يرجع اليد ويدين في الركوب، لكن مؤقتا بفكان لانشغاله بالقوس، لانشغاله بالوتد، لانشغاله بالرمح، لانشغاله بالسيف. بالعقل ابو تحكم بالسرعه والاتجاه والتوازن اكثر لما يفك العنان لن يعاني زي ابو ركوب خاطئ لو فك العنان. قبل فكهم العنان هذا ما كان معاني، هذا كان معانيك، شلون فك العنان؟ انت تفعل ما فعله هو مؤقتا، اللهم طريقه ركوبك احسن لك ولا اقل. موضوع السؤال الثاني اللي هو موضوع انك كيف تثبت الحصان تحتك، هنا طريقه الركوب. هذا اصلا مرتبط بالنقطه الاولى، اللي يركب ركوب خاطئ الشرج مساعده على الثبات في اعتماده كلي على الركاب. ويحاول يفصل الجزء العلوي اللي انشغال بالقتال في الماضي او غيره او في الوقت الحالي رماية وما رماية وغيره. يركب ركوب صحيح ما يوزن نفسه على الحصان، يوزن الحصان تحته، فالحصان اصلا ماشي موزون. فلو قلنا انا وياك مثبتين نفسنا على الدباب، انت راكب دباب اصلا خلقه مو بثابت، فوانت مثبت نفسك على الدباب تعاني ان الدباب تحتك مو ثابت. فلان سوى نفس حركتك بس على دباب اربع كفرات ثابت، ايهم يكون اثبت؟ كلانا سوى نفس الحركه برجولنا بالساق، لكن انا دبابي ثابت دباب مو ثابت، ايهم بيكون وضعه احسن؟ ابو دباب ثابت. اذا كيف اثبت الحصان تحتي؟ عن طريق الركوب الصحيح. الحصان يمشي مشي موزون يتحكمت بسرعته واتجاهه عن طريق طريقة ركوب صحيحة. فكل ما ركبت الحصان صح، كل ما مشي الحصان مشي موزون يسهل عليك الثبات فوقه. فالنقطة الثانية ترد على النقطة الأولى، كل ما كان الحصان موزون بيمشي مشي موزون يسهل عليك فعل النقطة اللي ذكرتها في السؤال الأول. ولكن غالب المجالات من ضمنها لو تدري ماي وغيره ما تطلب ركوب صحيح، تقدر تركب صح او خطا او تزليق او غيره، بما اني اقدر اسوي المطلوب بدون ما اركب صح اصلا، لسان حالهم ان شاء الله حدني اركب صح وانا بالنهايه هدفي كله اوتاد. اقدر اركب صح او خطا او قفل، في كل الحالات الحصان فاتح باستقامه مكان مغلق بلتقط الوتد بفوز انتهينا. ما يهم الركوب الصحيح قدر ما يكون يهم الفوز في البطوله، لكن ما يعني ان التعارض مع الركوب الصحيح، كل ما كان تحكمك اكثر، الحصان مشى ماشي موزون تحتك اكثر، كل ما كان اسهل فعل ما تريد وليس العكس. موضوع اختراع الركابة في الماضي من أهم اختراعات البشر الركابة، لأنها باختصار تساعد على الضرب بالرمح والسيف أثناء القتال، فأنت تحط وزنك على الركابة وتقاتل، فطبيعي لما تسوي التقاط لو تدو غيره بدون سرد بيكون موضوع أصعب لأنك ما أنت بحاط وزنك على الركابة، هذا منتهي منه.
بيكون وضعك صعب، فتقدر تركب السرج مؤقتا اثناء البطوله او حتى تركب بدون سرج مؤقتا لين تخلص من المطلوب، ثم تجد تركب يعني تركب بدون سرج بس يكون ادائك اقل، او تركب سرج وقت البطوله فقط ثم تفكه، او تركب بالسرج، السرج ما يتعرض اصلا مع طريقه الركوب، لكن بدون سرج اصعب فيطور ركوبك بشكل اسرع فقط. موضوع اخر نقطه هي موضوع التقاط او الجمع العنان وانت تبغى ترمي بالقوس، اصلا الحصان بيكون سرعته ثابته، عشان كذا زي ما قلت في الماضي كانوا يرمون التتار والمول اكثر، الحصان فاتح باستقامه، فاصلا انت ما انت مطالب تسوي شيء بالعنان، الحصان سرعته ثابته ومسرع ثابت فاتح او موسع، ما تبغى تنقل وترمي، ما في احد ينقل ورامي ينقل نقل بالحصان يرمي ويخب، ترمي وانت فاتح اصلا، هو اصلا هاد بالسرعه اللي انت تبغاها انت ويا تبغون تفتحون، فثابت الحصان مو غير اتجاه ولا هو بزايد ولا بقل. عشان كذا اقول لك ان الفكره حتى لو كان مدرب خطا يمشي صح، لكن لو قلت باثناء لحظه هاد بيبرمي ما تكون رامي بالشكل المطلوب، عشان كذا ما كان يرمون اصلا، شلون كل كرفه يجي ثم يوقف ثم يروح والهدف متحرك ما كانت بالشكل المطلوب، فاصلا بتكون سرعتك عاليه ما في اوامر واضحه بينك وبين الحصان، انت وياه تبغون تفتحون، السرعه ثابته والاتجاه ثابت وفي توازن، فتكون مركز في الرمي على حساب الانان، ثم عقبه ترجع توزن الانان تمسك الحصان توقف بالشكل اللي انت تبغاه. موضوع التوسع بالاوتاد وغيره اسال شخص متخصص في المجال ده ماشي صح فيه، ولكن الجانب الفيزيائي ما له علاقه بالتخصص، بمعنى شخص يرد الحصان كسرعه وكاتجاه ويحركه احسن ويرده احسن يوجه احسن وثبته على الحصان احسن وحصانه تحته ثابت احسن اكثر من شخص مجال الاوتاد، لا يعني ان ذاك يعلم ذاك يتحكم، التحكم هذا في وضع اصعب بدون ادوات اصعب بمراحل من تحكمك بحصانك في البطوله نفسها، لان هو كتحكم هو احسن منك، ولكن بعد التحكم والحصان جاهز سواء مدرب زين او مدرب خطا جاهز للمطلوب، الرمي نفسه التقاط الوتد نفسه اكيد بيكون هو افضل بما انه مجاله، لكن التحكم بسرعه الحصان ما راح تكون احسن من واحد متحكم بسرعه الحصان فضل اصعب منك، فهو ادرى، لكن انت ادرى في الرمي كانك ترمي، انت ادرى في الالتقاط الوتد كانك تلتقط الوتد الى اخره، اما القول ان التحكم بسرعه واتجاه الحصان اثناء الالتقاط الوتد احسن عند ملتقط الوتد غير دقيق. والدليل طبعا القطع عن النقطه هذه في التقاط الاوتاد او اي مجال اخر زي التجويف القفز الى اخره، تلقى مثلا 10 اشخاص واحد يركب صح، واحد خطا، واحد يزلق، واحد يقفل، واحد لك عليه، واحد مره زين، واحد وسط، وكلهم سووا المطلوب. حتى ممكن يكون السيء في الركوب في التحكم فاز على الجيد، لان حصانه كان جاهز. بينما التحكم بحصان وقت الاختلاف الحقيقي خاصه العسيف وتضبيط طبع بالذات بدون ادوات ما تسوي له طرق ركوب صحيحه. يعني نتكلم عن ربع او اقل من حتى من 5 او 10% من اهل الخير في العالم يسوونه. فالشيء اللي ما يسويه الا اللي يركبون صح. هو صعب. بينما الشيء اللي كل من هبه ده بيسوي بحد ذاته مو بصعب، ان سويت الصح شغلك صح، ان سويت الخطا فهو شغلك خطا، هذا واقع لا يقبل النقاش، ممكن يعلمك في الشيء اللي مبدع فيه، لكن التحكم بحد ذاته يعلمك فيه الشخص اللي يتحكمه اقوى وليس العكس. النقطه الاخيره والاهم طبعا عاده مفروض الشخص يبدا فيها وانتهينا، بس انا ردي شامل بطريقه ركوب صحيحه، لو بس رديت في النقطه هذه ما قلت الاشياء السابقه معناته ان التسليك مو بتعليم، لازم اعلمك الصح اولا ثم اعلمك الشيء اللي انا اعتبره خطا لكن اغلب الناس يرى صح. باختصار بتركب حصان جاهز لهذا المجال، المكان مغلق غالبا خاصة البطولات الرسمية، يعني حصان ما يقدر يروح من يسار، مكان مغلق طيق ما له قدام، وعارف المطلوب سرعة عالية سواء فتح أو واسع أو حتى هذب، فسرعته ثابتة ما راح يزيد ما راح يقل، كأنك راكب سيكل أو دباب ثابت سرعته، سواء ثابت لأنه مدرب زين أو ثابت للمكان فارض عليه أو ثابت الحصان حافظ اللي هو حصان ثابت سرعته، فاعتمادك تحت على الركبة في جذرك، ركابة مثبتتك تحت جسمك عن طريق السرج، جزءك العلوي منشغل باللي بتسوي سواء رمي وتد رمح سيف الى اخره، والحصان عارف انك بتسوي شيء ذا وما راح يجي في اللي قاعد تسوي، ما راح يروق غير اتجاه الى اخره، فالحصان ماشي باستقامه يدخل من مكان يدور ثم يطلع من جهه اخرى، انا راكبه انت راكبه واحد يركب خطا واحد يركب صح، كلنا لو ركبناه وكبنا العنان هو حافظ ايش مطلوب منه، خيل سباق البراميل انا وانت واي شخص يركب يمسك الجير يكب العنان، الحصان بيروح البرميل ثم بيلف ثم يجي البرميل ثم بيلف وحافظ اصلا، لو تحاول تلف البرميل الاخر تتفاجئ حافظ مو فاهم مو مدرب صح، فكل المطالب انك تثبت نفسك عن طريق الركابه بالسرج ثم عاد تزيد مهاراتك في الشيء اللي قاعد تسويه فوق بالرمي او بالرمح او بالوتد من خلال شخص مبدع بالشيء ذا في يفيدك او انت بنفسك تمارس تجرب انت تبدع مو مجالي هذا، لكن هل تحكمي بالحصان اثناء فعلي للشيء ذا بيخرب عليه بالعقل؟ كيف يخرب عليك؟ لكن هل احتاجه؟ لا طبعا، لانه شيء سهل حصان ثابت، ولكن لا يعني انه سابقا ما احتاجه، الرمي بالاوتاد والسيف والرمح حاليا والالتقاط الوتد عفوا ورمي بالسهم وغيره ما له اي علاقه باللي سوينا سابقا، لا تقارنها ببعض، الهدف متحرك الهدف هنا ثابت، الحصان انت راكبه ناصينه ويعتبر هدف لهم وسيطعن طعم سيف رمح الى اخره، بينما الحصان انت راكبه ما في اي احد مستهدف، الحصان عارف اللي يبغاه، فلا تقارن بين ذي وذي، كلهم شايلين سلاح
كلهم شايلين شيء بيستعملون، لكن هذا مستعمل على جماد، ذاك مستعمل على خصم قد يكون امهر منه قاعد يناوره. بينما كذلك الحصان ينتراك بتضطر في الماضي تتحكم فيه لانه مستهدف، فانت قاعد تقدم على الخصم وشايل هم لي تحتك، بينما هنا انت ما انت بشايل هم لي تحتك، الحصان حافظ المطلوب منه، فلست مطالب بالركوب الصحيح في مجال ما انت بحاجه للركوب الصحيح فيه. نعم، لكن لا يعني انك لو ركبت صح بيقل ادائك، بيزيد لكن ما تحتاجه. اما القول ان الركوب الصحيح يقلل اداء الحصان في مجال ممكن تسوي اللي تبغاه، هذا مخالف للواقع والمنطق. الركوب الصحيح تحكمه بتحريك الحصان وتوقيفه وتوجيهه وتثبيت الحصان تحته احسن منك بدون ادوات. شلون لو ركب في نفس مجالك بادوات بالعقل؟ طبيعي التحكم يكون احسن. هذا موضوع انه عقب ما تحكم اكثر هل رميه احسن منك او لا، هل تقاط الوتد لها احسن منك او لا، او الرمح، هذا موضوع اخر. قد تكون انت امهر منه بالسيف والرمح والوتد والقوس وغيره، احسن منك او امهر منك في التحكم. لكن لو جاك ثاني شخص جامع بين الثنتين احسن منك في الثنتين، طبيعي بيكون ابداعه اكثر. طب لو جاني واحد ركوبه صح بس ما يرمي صح، ما التقط الوتد صح، وما ضرب بالرمح صح، وواحد ثاني العكس ركوبه خطا، لكن الشيء المطلوب في البطوله شغله احسن، اكيد الثاني احسن، لان الحصان مو مطلوب التحكم فيه طالما انه عارف المطلوب. لكن لو الحصان عاند، لو كان مكان مفتوح وصار يرفض، بيكون متقاربين، لأن التحكم أحسن لكن أداءه فوق خطأ، وذا أداءه فوق صح لكن الحصان محيوس تحت. لكن لما نخلص من الموضوع هذا، قبل ما تصل المكان التقاط الوتد وبعد ما تركب الحصان حول فحول أو فراس خاف جفل عاشف طبيب أطباع، أيهما أحسن، اللي يركب ركوب صحيح ولا اللي هدفه فقط جوكي، أو هدفه فقط قفز، أو هدفه فقط التقاط وتد؟ التفسير بسيط. لما عاشف حصان قد وراك عاشف كامل، لما ضبط طبع حصان وراك طبع طبيعي، يقال ليش هذا المقياس؟ لان المقياس هو الاختلاف. المقياس في الركوب الصحيح انك تجي في وضع الحصان مختلف معك فيه، مو متفق معك فيه. وش قمه الاختلاف في وضع الحالي؟ ما في حرب، عصف وتبدا طبع الحصان يبغى شيء غير اللي انت تبغاه. اما انك انت والحصان تبغون شيء مختلف، ندرب الحصان على شيء معين، قد تكون دربته صح قد تكون دربته خطا. اخر نقطه الاهم، المقياس ده كله وكام ده كله في الركوب الصحيح. ما يجي شخص يطبق الطريقه تطبيق خاطئ فالحصان اعطاه درجه اقل من اللازم، ثم ينسب الخطا اللي حصل معه في نفس المجال للطريقه، والواقع انه له علاقه بان الشخص طبق طريقه مو بجاهز لها، فلا هو اللي ركب خطا وخلاص يسوي اللي يبغاه، ولا هو اللي ركب صح وتحكم بالحصان، فصار الحصان بينه وبين، ثم تلام الطريقه بكبر، ده غير صحيح غير دقيق. المقياس راعي الطريقه او اللي ماشيين زين في الطريقه، وليس الشخص مطبق للطريقه لم يتقنها. فكان هدفك المجال نفسه لا تبالغ في الركوب الصحيح، انك ما تحتاجه في مجال زي هذا، ما يضرك بيفيدك، لكن انت مره بحاجته ان شاء الله حادك عليه. لكن ان كنت راكب بالطريقه وتبغى تجمع بين الثنتين زي ما قلت لك، هو بيزيد تحكمك وليس العكس، لكن لا يعني انه بيزيد مهارتك في التقاط الوتد نفسه او الرمي نفسه او القوس نفسه. هنا لابد تطور المهاره هذه نفسها من قبل شخص جيد فيها او تعتبر مجاله يعني هو فاهم فيها، او انك تمارس لين يعني تتطور فيها. مين مجالي فما اقدر اتكلم شيء ما افهم فيه او ما اسويه.